اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق اسامه ربيع هيئه رئيس هيئه قناه السويس لمتابعه مشروعات ونشاط هيئه قناه السويس. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه انه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة، حيث حققت القناة أرقاماً ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022 وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ حوالي 7 مليارات دولار وأعلى معدل عبور للسفن وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولات الضخمة كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة وذلك في إطار الجهود المنتظمة في رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها كما استعرض الفريق أسامة ربيع استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتدائمها بكافة اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور اليخوت نظرا لموقعها المتميز علي البحرين الاحمر والمتوسط خاصه خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانه السريعه وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفتره طويله واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد عرض جهود هيئه قناه السويس لتوطين صناعه سفن ومراكب الصيد، حيث وجه السيد الرئيس بتطوير تلك الجهود لانتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصريه التي تم تطويرها مثل بحيره المنزله وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبيه البدائيه المستخدمه حاليا على ان تكون مزوده بالالات الحديثه والمبردات لتخزين الاسماك، وذلك دعما للصيادين و قدرتهم على مضاعفه الانتاج من الصيد